بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بداية سأرحب بكم من جديد في موضوع الساعة في مجال التعليم، هو الخاص بالحركة الانتقالية الوطنية. فهذا الموضوع إن شاء الله تعالى غادي نشوفه كيفية ولوج موقع خدمة إلكترونية للحركة الانتقالية وكيفية التعامل معه. بداية كما جاء في المذكرة، غادي ندخلو عنوان الموقع، هو حركة بوان من بوان جوف بوان ما اذا كان نديرو انتري اذا ملي كنفتحوا هذه البوابه ديال الخدمه الوطنيه للحركه الالكترونيه، كنلقاو اولا هنايا رقم التاجيل، ثم كلمه المرور. بالنسبه لي انا في السباق اللي سجلت رقم التاجيل وكلمه المرور، فكلمه المرور فهي كتتعلق بكلمه السر القديمه كنا سندخل بها للوزارة من أجل الاطلاع على الوضعية. إذا كما أشرت، فكلمة المرور عفوا فهي هي القديمة، ماشي اللي كاينة حاليا اللي كندخلو بها المسار. إذا من سندخلو كلمة المرور تندير ضغط على تسجيل الدخول. من بعد تلقوا عدة اختيارات الحركة الانتقالية المحلية الأساسية. إذا غادي نمشيو الاختيار ديال الحركة الانتقالية الوطنية ونضغطوا عليها، من بعد ذلك غادي نديرو مسك وتتبع الطلب، اذا تلقائيا الصفحه ديال الخدمه الالكترونيه للحركه الانتقاليه تلقاو فيها مجموعه من المعلومات اللي هي اصلا موجوده، بحال رقم التاجير، كاين هناك نوع الطلب، السلك المطلوب. هنا غادي نمشيو للخانه هذه ونحددو نوع الطلب، اذا هنا مزدوج، ثم هنا التحاق بالزوجة. اذا بالنسبة لي انا اختار انا طلب عادي. اذا هناك القوا جميع المعلومات المتعلقة بي شخصيا، الاسم الكامل بالعربية، الاسم الكامل بالفرنسية، تاريخ التوظيف، مقر العمل، الدرجة الأكاديمية، النيابة، الحالة العائلية. اذا هنايا ملي كنشوفو هاد علامات استفهام، فمجرد اننا كنحطو عليها الكرسور كنوجدو انها كتعطيني الشرح او لا المحتوى ديال هذيك الخانة. اذا هناك كيجي ماسك على عدد الاطفال دون 18 سنة من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، اذا هنا كنديرو هنايا عدد الاطفال. بالنسبة اللي عندهم الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه فغادي يسجلوا العدد ديالهم هنايا. اذا عندنا هنا المسلك، ثم هنا تاريخ التعيين بالمؤسسه، تاريخ التعيين بالنيابه، ثم تاريخ التعيين بالاكاديميه. هنا غادي نمشي نعاود ندخلوا على الثاني نفس المعلومات اللي تعلقه بتاريخ التعيين بالمؤسسه، ثم تاريخ التعيين بالنيابة، نرجو انتظار، ثم عندنا تاريخ التعيين بالنيابة، غنديرو قل منه، ثم نفس
تاريخ التعيين بالنيابة هو تاريخ التعيين بالأكاديمية. ثم بعد ذلك بالنسبة للأساتذة اللي كيشتغلوا بمجموعات مدرسية، فهنا غيديروا عدد السنوات استقرار بمجموعة مدرسية عندي 8. إذا هنا كنلاحظوا أنه تلقائيا السيستم ولا النظام تعطينا تنقيط ديال الاستقرار بالمجموعة. كذلك هنا كنلاحظوا الاستقرار بالمؤسسة، ثم الاستقرار بالنيابة والأكاديمية. غادي ندوزو هنا الامتيازات. إذا كما جاء في المذكرة الوطنية، منظمة الحركة الانتقالية تمنح 10 نقاط، 10 نقاط كامتياز للحالة الاجتماعية. كان الامتياز الأول هو بالنسبة للأستاذة العازبة التي تعمل بالنيابة غير التي توجد بها مقر سكن أسرتها. طبيعة الحال هنا كنوجدوا الوثائق الضرورية إرفاقها مع الطلب اللي هي شهادة السكنة. ثم الامتياز الثاني تنلقاو فيه المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكن أسرتها، وكذلك المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر. وهنا في الأخير تنوجد الوثائق اللازمة لتبرير هذا الامتياز. ثم عندنا هنا في الامتياز الثالث الأستاذ متزوج بربة بيت أو غير متوفر على شروط مشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة. إذا هنا مع إرفاق الطلب بعقد الزواج مصادق عليه بطبيعة الحال. ثم هنا في الامتياز الرابع كنلقاو الأستاذ والأستاذة مشاركين بطلب مزدوج الانتقال خارج النيابة التي يعملان بها. إذا بالنسبة لي غنشوف الامتياز الثالث اللي هو بطبيعة الحال 10 نقاط. إذا هنا كنشوفو تلقائيا كنلقى مجموع النقط. ثم بعد ذلك عندما أتأكد كنعاود نرجع نشوف نتأكد من المعلومات. بعد ذلك كندير تأكيد المعلومات. إذا هنا غادي نعمر المدارس اللي بغيت نختارها او اللي اختاريتها. كنشوفو هنايا اولا تنختارو الجهة. مثلا هنايا اختاريت الدار البيضاء سطات. نعاود نأكد بأنه في حالة إذا كان شي خطأ فمازال باقي عندك الحق أنك ترجع، هناك الضغط على الرجوع. إذا قلنا هنا الجهات، ثم بعد ذلك النيابة، ثم بعد ذلك الجماعة. إذا هنا عندنا هنايا المؤسسة. بالنسبة لي أنا غادي نعمر الجماعة. هنا كنديرو هنا غادي نزيد جماعة أخرى. عفوا، إذا غادي نختار كذلك نفس النيابة، نفس غادي نختار جماعة أخرى. إذا أنا غادي ندير إضافة.
إذا كنلاحظوا هنايا أن كاع المؤسسة أو الجماعة اللي اختاريت فكت كتكون في الأسفل. غادي نمشي على التاني، نختار غادي نمشي هنايا قاطع جماعات سيدي مؤمن، ثم غادي كندير إضافة. إذا تنحتفظ بنفس المعلومات الجهة والنيابة، نغير غير الجماعة، بعد ذلك ندير إضافة. إذا أنت أنا نفس الجهة، انا شخصيا تنعمر بالجماعات، للإشارة. فإذا مثلا بغيتيش أخطأتي في شي مؤسسة فيمكن لك تحذفها. أولا تختارها عندك سيليكسوني، ثم تدير لها الحذف إذا بغيتي تحذفها، أو لا بغيتي ترتبها الأعلى في هذا الاتجاه. كنلاحظوا أنها طلعت لفوق ولا الأسفل، يبقى ترجع للورا. إذا هكا كنستمروا في ملء المؤسسات العشر أو الاختيارات العشر. إذا في هذا الاختيار لو بغينا نطلعه لفوق، إذا تلاحظوا أن وصلنا 1 2 3. إذا بعدنا 8 الاختيارات، إذا انا سنعمر الجماعات، يعني اي مؤسسة يعني كان في منصب في هذه الجماعة، او لا يمكنك تعمر المؤسسة بعينها.
إذا بعد ما كملوا اختيارات ديالنا، كاين الاختيار 11، هل يقبل المترشح أي جامعة بالنيابة المطلوبة غير النيابة الأصلية؟ بطبيعة الحال أنا غندير لا. إذا فكندير حفظ المعلومة أو المعطيات. الإشارة هنايا غادي نديرها، تعطيني واحد رسالة أو ميساج معلومات تم حفظ البيانات. ندير اغلاق لحد الان، راح يمكن انه الا مثلا تبين لك شي خطأ او لا شي مؤسسة ما عندكش رغبة باش تملأها، في يمكن لك انك ترجع تعدلها. بالنسبة لي انا كيبان لي راه الطلب راه مقاد. اذا هنا غنديرو المصادقة النهائية. هنا كيعطوك رسالة اخرى تأكيد المرجو التأكد من جميع معطيات المصادقة بصفة نهائية. اذا بالنسبة لي انا راه تأكدت منها مزيان، اذا عندي تأكيد هنا تقول لي بأن تمت المصادقة على الطلب بنجاح. ندير إغلاق. بعد ذلك نمشيو طبع طلب. إذا هنا تعطيني تحميل. ندير على سطح المكتب. تمني لانغوجستري. اذا في النهايه سنحصل على الطلب ديالي. ندير الحركه الانتقاليه اللي هو هذا طلب المشاركه في الحركه الانتقاليه. طبيعه الحال هذا الطلب هذا غادي نطبعوه ونسلموه السيد المدير قصد التوقيع. واتمنى الله سبحانه وتعالى في اخر هاد اللقاء ان التوفيق لجميع الاخوان المشاركين واخوات المشاركات في هذه الحركة الانتقالية. والسلام عليكم ورحمة الله.